مين؟ النهار بيطلع. انا عندي طيران. انت عايزة ايه بالظبط؟ انا عايزك ترسيني على برج. انا مش هفضل طول عمري متعلقة كده. يا اما عندك طيران يا اما سهران برا البيت مع البتاعة بتاعتك دي. ما تجيبيش سيرة حد. خليكي معايا هنا. ليه؟ مش هي اللي سرقة عقلك وقلبك واخدك من بيتك وعيالك ومراتك؟ ما حصلش. انا طفشان من البيت صحيح، لكن بسببك. انا عايز اتطلق يا برهان. يعني هو ده قرارك الاخير؟ ايوه. انا عايز اتطلق. مالكيش دعوة انت. تتخانقوا ليه يا ماما؟ قلت مالكيش دعوة انت. هو بابا لسه ما تخيش؟ يلا الاوتوبيس قرب يوصل. من غير ما ابوس بابا؟ مفيش وقت. بابا. اهلا اهلا. انت وحش عمال تزعق طول الليل وما عرفتش انام. انا اسف يا روحي. يعني لازم تطلق مامي بالليل وتستنى للصبح. نهى يلا يلا نهي. مع السلامة. من الرحلة دي على مامتك. انا هبعت لك كل حاجاتك هناك. والعيال لما تبقى تحب تشوفهم وابقى اشوفهم، لكن مش دلوقتي. انا هقول لهم انك رحت رحله بعيده لحد ما اعصابي تهدى. برهان ما تتاخرش عليا في انك تبعت ورقه طلاق. حاضر. هذه الطائرة من هنا. طائرة ايه؟ المتجهة إلى الوادي الجديد. لقد دبت جهد. لم يعد أحد من الناس يدل أحد على شيء. أنت النهاردة مخصمني ولا إيه؟ مش مستاهلة يا إبراهيم. أمال يعني ما سألتنيش أخبار الجو بتاعي إيه؟ بس بقول لك إيه؟ تسأل بنفس. والله يا إبراهيم ما في نفس. يا ساتر. ليه؟ اتخانقتوا تاني؟ اتطلقنا. بتقول ايه؟ انت جننت؟ معلش بس اصلك بوصلي المفاجأة اللي كنت عاملها لك. احنا اتفقنا على الجواز. طب والشقة؟ خلاص بقى زي ما قلت لي هقعد عند امي. الف مبروك يا ابراهيم. مبروك ايه بس وانت في الحالة دي؟ صباح الخير. صباح الخير. اتأخرت ليه؟ ما تأخرتش ولا حاجة. صباح الخير يا إبراهيم. أهلا يا ليلى. يا ابني يا ابني. ايه؟ ألو؟ مش تحاسبي؟ ألو؟ ألو؟ عزالك يا امرأة. عزالك يا امرأة. أيوة. انا تعبت. ده اول فيلم هتعمليه بعد عودتك من امريكا. ايوه. معظم مشاهد الفيلم هتصور في امريكا. ايوه ايوه. ويا ترى العمليه اللي عملتيها في امريكا هتأثر على التصوير؟ انت شايف ايه؟ حلو زي ما انت. ميرسي. ويا ترى اسم الفيلم ايه؟ ده اسم فانتاستيك خالص. اسمه يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا. يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا. جاتكم نيله في اسامي افلامكم اللي تودي في داهيه. دي اسماء افلام دي؟ يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا. يا عمده هل هذه الطائره من هنا؟
يا ابوي ما خبرش كيف اسافر. ايوه يا ليلى، الركاب ابتدوا يوصلوا، استقبليهم. ما كانش في حاجه مؤكده ابراهيم، كان مجرد استلطاف. دي نتيجه طبيعيه للفراغ اللي انت عايش فيه. ابدا، كان جواز عائلي، اوردر بالامر. عشان كده انا مصر اتجوز البنت اللي انا بحبها، وما اتجوزش بالطريقه التقليديه زيها، بس انا اعرف انها بتحبك. هي دي المشكله. كابتن برهان، انت عاوز توصل لايه بالظبط؟ عايزين نبتدي الرحله. اجهز انت على ما اطمن على الركاب. على رايك. ربنا يكرمك يا سعادة البيه. استقبال بالباب حار. فلوس.
شاء الله. حضرتك تشرب ايه؟ اي حاجة على ذوقك انت. فرانك؟ ماشي. حضرتك تاخد ايه؟ انا اشرب مانجا. شكرا. حضرتك؟ زيك. حضرتك تاخد ايه؟ زي. اتفضل. شكرا. حضرتك تاخد ايه؟ اشرب زيه. مانجا؟ رضا. اتفضل. حضرتك تاخد ايه؟ برتقال لو سمحت. حضرتك؟ برتقال لو سمحت. شكر جدا. مش عاوز. فرانك؟ قلت لك مش عاوز. ايه يا ماهر؟ مالك؟ مفيش، بس مش عاوز اشرب حاجة. افتكرت الاولاد. انت مش بتطمن عليهم عند ماما؟ هبة شقية وما بتبطلش ذنب. اطمن، انت عارف ان احنا لازم نتعود على كده. كنت لازم انها تفضلي جنبهم. ماهر، ما تقعدش كل شوية تأنبني. انت عارف ان انا ما اقدرش استغنى عنك. في كحول ده يا ست؟ لا يا فندم، ده عصير برتقال. الاحتياط واجب. اشرب كامبارلي تلج زياده من فضلك. هتشربي جمبري وبالتلج كمان؟ جمبري؟ ما اسموش جمبري، اسمه كامبارلي بالقاف. ده ابراتيف يا جاهل. تنعتيني بالجهل وأنا أستاذ في اللغة العربية؟ صحيح؟ طب علمني. كيف أعلمك وانت متعلمة على الآخر؟ قصدي علمني العربي. بسم الله مهندس. ربنا ما يحرمناش منك. ده يوم المنى النهارده، وان شاء الله المره الجايه على بلاد بره. هيحصل باذن الله. بس السفريه دي جت مفاجاه يا سعاده البيه، والبنت بنتي فرحها يوم الخميس الجاي. معقول؟ ده ما قلتش ليه منها؟ لا يا بيه، الشغل ما يتاجلش. هي على كل حال مكتوب كتابها، والفرح هيكون على الضيق، ومفيش داعي لوجود. برضه انت الخير والبركه يا سعاده البيه. العيال هي الخير والبركه، بيتولدوا ويكبروا ويتجوزوا ويخلفوا، وهي دنيا ماشيها في ايدك. على رايك. غريبة قوي يا مختار.
بتقدر على المفاجات طول عمري بحلم بيها. سلوى ممكن اقابل بابا وماما؟ بس دول مسافرين. طب ممكن اقابل اي حد تاني؟ ممكن اختي ولا ممكن اكلمها قصدي. خلاص خلاص يا سلوى، بكره الساعه 6 فوت عليك ننزل البلد نشتري دبلتين ونلبسهم على طول، ايه رايك؟ وانا موافقه. عليك يا سلوى، ما كنتش اعرف ان ممكن يضحك عليكي بالطريقه دي. مالكش دعوه باللي معايا، مالكش انت ورق. لا لا دي عايزه ازازه كبيره. بلاش دوران يا حجاج، الالات دول فيكوا يكشف ورق. البت المضيفه دي يا جدعان عليها جوز رجليه. الدب فيهم رصاصه. يا عم مالناش دعوه، مش عايزين مشاكل في الطياره. عن اذنك دقيقه واحده. هروح التواليت. يا ستي هو انا خدام ابوكي؟ يا دي الرحله اللي مش فايده. دي دقيقه واحده مش دقيقتين. انت مش فارق. هلو 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 اهلا اهلا. هلو ايفريبادي. او فانتاستيك، تعملوا ايه؟ خالص مفيش اي حاجة حصلت. ممكن اعرف بس ايه اللي حصل؟ حاول بعدين. الناس ما عندهاش دم. انت عايزة ايه يا ستي انت؟ يعني اسيب لك الطيارة وانزل؟ بخاف اقعد لوحدي. بعدين هي حشرت نفسها ليه؟ دول كانوا بيعاكسوني انا. معقول هيعاكسوها هي؟ مظبوط، ما انت زي الزنبلك يا ست هانم. زنبلك؟ فانتاستيك. ايه زنبالك دي؟ يعني ما انتيش قاعدة على بعضك. انت لطيف قوي. اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. لازم يعملوا كشف هيئة على اللي بيركبوا الطائرات حفاظا على الذوق العام. مظبوط،
كلامك مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام رب الناس ملك الناس اله الناس. مارس يقول لك اذا ما كانش عاجبك انزل خد لك تاكسي. امسك عصابك. ما هي الدنيا بقت فوضى، كل ما نروح في حته نلاقي واحد عمل لنا فيها مصلح اجتماعي قال ايه بيهندس علينا، احنا برضو مهندسين المفروض ان احنا نتكتم بقى وبلاش نتنفس حتى. انا ما قلتش كده والله، ما حدش وديه لك كلام، بلاش نسوب بقى، ده علمني الادب. انت فعلا عايز تتعلم الادب؟ انت مين اكون؟ مالي انت مين؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اللهم لا يا جماعه. كل الخناقه دي عشاني انا. ابعدي عني. استغفر الله، اصل ما تتكلم حاجه، ما تقول حاجه. يا جماعه مش كده يا جماعه، يا اخوانا احنا في طياره، اللي حصل ده شيء في منتهى الخطوره، لو سمحتوا مجرد خبطه في جنب من الطياره ممكن كلنا نضيع. المفروض اننا دلوقتي عيله هنا ولا نص ساعه ونوصل بالسلامه ونقول لبعض الحمد لله على السلامه. ليلى شايل الطياره كلها. حاسب على الشاي حزن. تحب اقدم لك اي خدمه؟ شكرا. انت ظريف قوي يا كابتن، ووشك فوتوجينيك. تحب تشتغل في السينما؟ احب ان حضرتك ترتاح في مكانك. اوكي. شكرا. فانتاستيك. ابونا ما فيش حاجه. خطه بسيطه بس اعصابه تستريح. نسيبه هنا نص ساعه اللي فاضله هيبقى احسن. لازم ترجع لهم يا ابراهام.
لازم. انت بتلعبي بيا؟ انتوا بتتخانقوا؟ فانتاستي. مكانك لو سمحتي. اوكي. تصور انك مجرد من العواطف بالشكل ده. اقول لك طلقت النهارده الصبح تقولي لي ارجع لمراتك؟ ايوه. عايز ايه انت كمان؟ تعالى بسرعه يا كابتن، عندي مشكله. انا جاي حالا. بحبك يا ابراهيم، بحبك، بس مش بايدي، مش بايدي. من امتى لاحظت الحكايه دي؟ من 5 دقايق. بص على المحرك. كان نفسي اسافر كليه الحربيه او الطيران او البوليس. كان نفسي البس بدله ضابط، ما تعرفيش ليه، وفي الاخر رست على مدرس ابتدائي، حتى ما جاتش وسط. مين عارف؟ ايوه مين عارف. مين عارف بقى كلمه العاجز يا انسه سلمى، بنقولها بس لما بنفشل، لما ما نحققش حاجه من اللي احنا عارفين. انت بتقرا كتير يا مصطفى. انت حاسه ان الكلام منقول من الكتب ولا ايه؟ لا مش قصدي. انت مالك هجوم كده ليه؟ ابدا، مجرد دردشه. من غير ياس؟ ما وعدكيش. ليه بس؟ ده مش نقص. رايح فين؟ أشر عطشان. طب هات لي كوبايه ميه معاك. يا دي الرحله اللي مش فايته على خير. انا متشائم منك يا ست انتي. هتقعد كتير في الوادي الجديد يا مصطفى؟ 4 سنين. يعني زي عظيم، لان حد يطبخ لنا كل يوم. انت بتشتغلي ايه؟ اخصائيه اجتماعيه. لو العداد بيقرا صح تبقى مصيبه. تعالي يا ليلى، قدامنا قد ايه على المطار؟ احنا في اخر دوره، يبقى مش هنلحق. في ايه؟ غلبان قوي الراجل ده، مكافح. تصور ان بنته هتتجوز يوم الخميس الجاي. معقول؟ ما انا ما جبتش الا من كبر الطياره. لازم نبعت لها تلغراف وفلوس كمان، بس المهم هناك في مكتب بريد. طبعا يا علي، دي محافظه. ما شكلنا كده بيقول زي ما يكون رايحين نحييها. احنا رايحين نسد العجز الموجود ونكمل. انا بسمع ان الوادي الجديد ارض خصبه قوي ومحتاجه شغل كتير جدا. احنا محتاجين في كل حته وادي جديد يا خليل. مش معقول هنعيش على الوادي اليتيم في مصر. لازم ننقذ الموقف باي طريقه. اتحدى ابراهيم. ليلى خليك معايا، مش عايزهم يحسوا باي حاجه. مش في ارتفاع خالص. احنا في خطر. ابراهيم حاول تزود السرعه قبل ما نقع في الصحراء. انا خايف لو زودت السرعه الارتفاع يقل اكتر. كابتن نفذ الاوامر. بقينا قريبين من الارض يا ابراهيم. نكلم المركز؟ ايوه. الوادي الجديد يا اخبار ده؟ الوادي الجديد يا اخبار؟ هو احنا قربنا ولا ايه؟ ليه؟ اصل انا شايف ان الصحراء ابتدت تبان. يمكن. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شايف الرملة شكلها جميل زي ما عندنا رملة في مصر نبني بيها بيات. نبني عليها مش بيها. لا بالمناسبة، تيجي نبني بيت هنا ونجيب الأولاد ونقعد هنا على طول؟ يا ريت. لا زحمة ولا مواصلات ولا مشكلة تليفونات ولا قلنا ولا قلنا. متهيألك محدش في الدنيا يقدر يعيش من غير ناس ولا مواصلات ولا زحمة ولا رغم. Yeah.
فضلك يا مها شوف الراجل اللي هناك ده. حضرتك دكتورة. احنا اتدفنا في الرمل. همشي دلوقتي واصل لسماط بسرعة بهيم. غير مكسور هحاول اعمله كبيرة بس عايزة حتة خشبة. حتة خشبة مسطرة تنفع؟ تنفع كويس قوي. الحالة هنا اكتر عندها يا دكتور. حاضر. ازاي دلوقتي؟ كسر بسيط صلحنا له وضع العظمة بس لازم دراعه يتجبس. مش لازم تحرك دراعك. رحمتك يا رب. دكتور الحيوة اللي هناك اخضر. حاضر يلا. رحمتك يا رب. ده في غيبوبة. طب الحالة يا دكتور؟ مفيش علاج يا دكتور. فيه طبعا بس مش من دينا دلوقتي. ده محتاج مستشفى وتجهيزات. اتصرف يا كابتن الراجل هيموت. حاضر هتصرف. ابراهيم تعالى معايا. ليلى خليك انت معاهم. حاضر. قولي ايه هتعمل ايه؟ تعالى بس. طب زي ليلى عايزين نغطيها. حاضر. عايزين يعيش باذن الله. هيعيش. ايه اللي حصل؟ الاتصال اتقطع بين الطياره والمطار حوالي الساعه 3:10. كان فاضل على وصولها المطار 25 دقيقة. دي منطقة الاحتمال اللي اتقطع فيها الاتصال. هي دي يا فندم منطقة الاحتمال. يعني دي منطقة الاحتمال الأولى. طب عايز طيارة الاستكشاف تطلع فورا. عايز أي ما بأسماء الركاب وطاقم الطيارة وآخر تسجيل بين الطيارة والبرج. حاضر يا فندم. ألو. أيوة فندم إحنا بنتابع الموقف. هنعمل اتصال بكل المطارات اللي حوالينا. حاضر يا فندم هبلغ سيادتك. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. الو سياده الوزير مش عايز اي تصاريح صحفيه في الوقت الحالي. اي مع السلامه. وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي كلنا بينا في مشكله واحده ولازم نحط ايدينا في ايدين بعض. كويس. يعني ايه المطلوب مننا؟ المطلوب انكم تمسكوا اعصابكم. نمسك اعصابنا ازاي واحنا في ظروف زي دي؟ هي دي بقى الظروف اللي لازم نتعاون فيها مع بعض وتمسكوا اعصابكم. عايزين حل. اكيد هنلاقي حل بس نفكر مع بعض. امتى بس؟ ما تنساش الاكسجين بيقص والاكل والشرب كمان قرب يخلصوا. وما تنساش ان معانا مصابين. يا استاذ ماهر ده انت دكتور. المفروض انك انت تعالج المصابين. بس ايه يا دكتور بدري؟ برضه تقدر تساعد. طب ليه ما نكسرش طياره ونخرج؟ ما نقدرش. احنا ما نعرفش ضغط الرمل علينا شكله ايه. احنا قاعدين بنتكلم والوقت لسه قلنا. ارجوك شوف لنا سرفه يا كابتن. هنلاقي سرفه ان شاء الله بس للمره الثانيه برجوكوا تمسكوا اعصابكم. هو ده اللي انت قادر عليه؟ انتوا عايزين تتعاونوا ولا عايزين تمسكوا اعصابكم؟ انا راندا يا استاذ سليمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي ممثله. انا راندا يا كابتن. ايه اللي حصل؟ لا لا انا مش قرعة. مش قرعة على مدمزيل ليلى. دي عملية عملتها في امريكا عشان كده الدكاترة قصولي بالمنظر ده. ده اللي كان شعري احلى شعري. بس خلاص معلش معلش. لازم نخرج من هنا بسرعة. الأكسجين كل شوية بيقل والحل الوحيد إننا نعمل فتح.
وصلنا إلى قرب منطقة السقوط. لا توجد أي آثار حتى الآن. الاستمرار في البحث وإبلاغنا بأي آثار أو حطام للطائرة المفقودة. حول. وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ نفتح فتحة. قصدك نكسر حتة من الطيارة؟ ايوه. تبقى دوس المية. حجاج هات المفكات وتعال ورايا. الطائرة في اتجاه الهدف. علم حول. يعني راحت فين؟ الارض انشقت وبلعتها؟ طيران ما خلاش الشبر ما فتش فيه. لو ما كانوش يقولوا عليا مجنون كنت احفر الارض. كايرو كنترول، انا بفقد ارتفاع بمعدل عالي. عندي تسريب زيت في المحرك اليمين، احتمال عامل هبوط اضطراري. الطياره من الكلام اللي سمعناه ده يا اما وقعت يا اما انفجرت في الجو. يبقى كان لازم نلاقي حاجه منها. مفيش بلاغات من الدول اللي حوالينا؟ مفيش يا فندم. بلغ السلطات تتصل بالدول اللي حوالينا، تحاول تدور على الطياره في حدودنا المشتركه معاهم. حاضر يا فندم. انت مش خايفه؟ ابدا. هخاف من ايه؟ من اللي احنا فيه ده. تعرفوا يا جماعة احنا في مغامرة فانتاستيك، لو اتعملت فيلم يطلع يتجنن. بس ما نموتش. الأعمار بيد الله. هو نعمة بالله احنا مولناش حاجة. بس دكتورة ما ده انت دكتورة ومهمتك ساعات بتتطلب منك انك تبتسمي في وش المريض وانت حاسة انه ممكن يموت. بتقولي له صحتك زي البنج. احنا كمان مهنتنا زي مهنتكم، لازم نبتسم في وش الركاب. دي مسؤولية. يعني ايه؟ يعني كنت بتكذبي علينا؟ عارفه ان احنا في خطر وبتضحكي علينا مش كده؟ لا ابدا ابدا بالعكس. انت عارفه انتوا لو سالتوني دلوقتي شغل ايه؟ هقول لكم ان انا متفائله جدا جدا. عارفه ليه يا دكتوره؟ ليه؟ احنا معانا كابتن ايديه زي اكبر جراح بتديله المشرط وانت مطمنه. الكابتن ياما دخل في اهوال كتير وخرج منها بسلام. يا ريت تطمنه. ويا ريت كمان نطمن الناس اللي معانا.
عارفه احنا لو وصلنا لكده يبقى وصلنا لنص الانقاذ. انتوا بتبدأوا بعض؟ بالعكس احنا بنتقابل. لو سمحت يا دكتوره شوفي لي بطن عندك. وريني كده. لا دي بسيطه. بسيطه. اتفضل يا كابتن. شكر. هو حضرتك لسه عينك بتوجعك برضو؟ مش قوي. يا ساتر. ده انت زي اللي خارج من ماتش بوكس. نصيب. ايوه وغير نصيبنا ما هيسيبنا. اسمك كريم ايه؟ عامر ادري. اشتغل ايه؟ باحث جلولي متخصص في الارض يعني. طب ما تكلمها لنا تحن علينا وتشوف لنا مخرج. والله يا استاذ سليمان انا خايف لنكون وقعنا في بحر من الرمال المتحركه. يعني خطر. ربنا يستر. يا مسهل سهل. نفسي اروح الحمام يا جدعان. لا تمسك نفسك يا استاذ سليمان. هتعمل زي العيال الصغيره. خلاص مفيش حمام. هو انت يعني بتاكل ولا بتشرب عشان تبقى مزنوق قوي كده؟ دراعك مش لازم يتحرك. ورايك يا عامر؟ ام الستات عمل عليا حزب ولا ايه؟ إذا معاك كلونيا أو مناديل ورق حافظ عليهم عشان هنعوزهم. معايا كلونيا ومعايا مناديل كتير قوي بتوع المكياج. دلوقتي احنا هنقدر نخلع الجزء ده من الطيارة. الرملة اللي هتدخل علينا هنعمل فيها ايه؟ لو الرملة اتحرك كله مع بعضه اللي جوه يبقى في أمل، لأن الرملة كلها تتحرك مع بعضيها. يا جماعة دي شغلتي. يا جماعة ده الأكسجين قرب يخلص. هنشتغل بسرعة يلا. الهمة يا رجالة. يلا. عمليات البحث والإنقاذ فين؟ طب ابعتوا لنا تفاصيل كاملة. لقوا الطيارة فين؟ التفاصيل حجلنا حالا. خلاص مفيش أفلام مفيش تمثيل بعد كده. في موت وبس. الله لا فالك يا شيخة. وأنا اللي كنت فاكرة نفسي خلاص نجيت من الموت بعد العملية اللي عملتها. أتاري الموت مستنيني هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. أستاذ سليمان أديك كنت قرفان مني طول الرحلة. أدي احنا هندفن سوا في مكان واحد.
موت علينا حق. لو اتعلمت تقري الفتح هتفهمي اكتر. علمني يا استاذ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. وقعنا في رملة متحركة، الطيارة كل شوية هتنزل تحت، اندفننا خلاص، هنموت في قبر حديد أشنع موتة. أموت؟ اسكت، أنا مش عايز أموت. مصطفى، أستاذ سليمان، إحنا هنموت يا أستاذ سليمان. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هنعمل إيه دلوقتي؟ هو اختفى الكابتن ولا ما حدش عارف هنعمل إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مش عايز اموت. احنا مش هنموت يا مصطفى. صراط الذين انعمت عليهم. صراط الذين انعمت عليهم. طب انقذونا بقى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اخواتي. اخواتي بنات. اخواتي بنات. مين هيعرفني؟ مش عايز اموت. مش عايز اموت. مش عايز اموت. مش عايز اموت. ما قلتلناش هنعمل ايه؟ هنكمل الفتحة اللي عملناها. هو ده اللي انت قادر عليه؟ مش دي مسؤوليتك؟ ما تخافش يا ناس. احنا مش هنموت. احنا هنعيش. وهنروح لاولادنا. يا حبايبي يا ولادي. أعمار بيد الله، الأعمار بيدك أنت يا خالق الخلق، الرحمن الرحيم، ارحمنا، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، يا رب إذا كانت دي نهايتنا، الطف بنا، بلاش الموت الشنيعة دي، حياة حبيبك النبي محمد. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليه ولا الضالين. الطيارة الهوها محروقة شمال السودان، لقوا 4 جثث، يعني فاضل 13 فرد مفقودين. عايز فرقة الإنقاذ تطلع بسرعة، وعايز تقرير بأسرع ما يمكن. حاضر يا فندم.
حديد قوي اتحنظف ازاي؟ المهم نعرف اخرنا فين. مش هنستنى لما احفره، هنحفر احنا، كل واحد فينا يجيب حاجه ينقل فيها الرمل ونكومه في اخر الطياره. هو ده الكلام. بينا يا جماعه. ران طيارة لقيوها هنا، معظم الجثث فحمت. الو؟ ايوه يا فندم. طيب متشكر قوي. في ايه يا فندم؟ الطيارة اللي لقوها مش بتاعتنا، دي طيارة من نيجيريا. ركاب الطيارة اللي اختفت دي ليهم اهالي ومش عارف اقول لهم ايه. الطيارة دي اختفت فين؟ عايز اعرف اختفت فين؟ الأولاد. مش وقت الندم دلوقتي يا مها، نحمد ربنا انها جت لغايه كده. وتفتكر هنفضل كده لامتى؟ لحد ما يلاقونا طبعا. خليل روح اقعد مع منى، لازم حد يفضل جنبه. اكيد صوت الطيارات اللي سمعناه واحنا جوه صوت طيارات البحث اللي بتدور علينا. لما ما لقولناش اثر فقدوا الامل فينا. يعني مجرد احتمالات، ولو ما كانتش احتمالات يبقى لازم ندور على حل، والا هنموت في الصحراء. وزعي على الناس الاول. ازيك دلوقتي؟ دراعي بينقع عليا قوي. طب احسن برضو. تاكل حاجه؟ شكرا. يا راجل قوم خش جوه من الهوا. اسكتي يا امراه. عليا النعمه، انت شكل الرغيف الالي. عيش حفل لذيذ قوي ده، بس عشان مفيش غموس. مظبوط. مفيش كوبايه ليمون؟ ليمون ايه يا جدعان؟ اشرب شويه ميه دول.
ياك يا عيالهم يا عالم بكره هيكونوا موجودين ولا لا؟ على رايك ربنا يلطف بينا. اللي انقذنا من الدفنه دي ينقذنا من الصحراء. عامر اتفضل. ايه ده؟ لو العلبة دي فضلت كده في الرمل لحد الصبح ما اختفتش يبقى اللي انا حاسه باوهام. يعني قصدك تقول ان احنا في بحر رمال متحركة؟ انا بحسدك على ذكائك. انا عارفة انت بتفكر في ايه من ساعة ما خرجنا من الطيارة. انا ضحكت عليهم وقلت لهم انك راجل بتحب التأمل عشان كده قاعد بعيد لوحدك، لكن تبقى مصيبة لو عرفوا الحقيقة. لو عرفوا انت بتمنى اكون في برج نحسي. اتمنى اكون غلطان. استاذ عامر باذن الله هنرجع، بس ارجوك ما تخليش حد يعرف ولا يحس بحاجة. انا ما قلتلكيش حاجة. والله زي ما بقولك كده، عمري ما عرفت واحدة إلا ولازم يطلع لها أخ. لو إيه أي حتة نروح فيها يطلع لنا صوت ودب أدفع علقة. لأن أنا ضربت ضرب، يعني أنا لو وريتك جسمي هتلاقيه مشرح زي أجسام الرومان بتوع زمان اللي كانوا بيطلعوا من الحرب مليانين جروح. بتدور على إيه؟ أوعى يكون في حد من ال أخوك. تخافش ده احنا في صحرا. اوعى انت تهرب مني، دي حقيقة انا عايشة فيها يا مصطفى، مع اني مش بنت العبية، محدش لمس ايدي، لكن مش عارفة ليه كل ما اعرف واحد يهرب مني. دايما احس ان حظي وحش، عارف يا مدام مها؟ ايوه زي ما اكون منحوسه او حد عامل لي عمل. ايه الكلام الفارغ ده؟ السحر والعمل موجود. طب ده انا مره فيلم من احلامي. ما تسكتي انت. حاضر. وقامت طيارات الانقاذ بعمل استكشاف لمنطقه الاحتمال الاولى، لكن للاسف لغايه غروب الشمس ما قدروش يحصلوا على الطياره. الطياره اللي اصبح فقدها لغز، بنحاول بكل طاقتنا الكشف عن غموضه. والطيارة المفقودة هي أحد طائرات شركة RA للخطوط الداخلية. والطيارة كانت قايمة برحلة رقم 505 بين القاهرة والوادي الجديد، وكان يقودها الكابتن برهان وهو من أكفأ طيار الشركة. وقامت الطيارات الاستكشاف بعملية مسح للمنطقة المتوقع وقوع الطائرة فيها، وما زال للآن البحث جاريا. اصحى بقى يا حبيبي علشان تلحق شغلك. برهان برهان برهان، ايه رحت فين؟ بفكر في اللي احنا فيه. بتفكر في الولاد طبعا. تعرف يا برهان، الواحد مهما انفصل عن نفسه في حاجات كتير مش ممكن ينساها. المهم ربنا ينقذنا من الورطة اللي احنا فيها. الورطة كانت جوه في الرملة، احنا دلوقتي في نعمة. المهم يكونوا بيدوروا علينا وما يكونوش فقدوا الامل. ادخلي انت استريحي شوية. طب اجيب لك بطانية؟ انا هدخل بعد شوية. طيب رملة متحركة، خلي بالك لازم تكونوا عارفين. أرجوك يا أستاذ عادل، مش لازم حد منهم يعرف عشان روحهم المعنوية. لكن ده احنا في خطر خالص أستاذ عامر، دي مسؤولية وانت عارف خطرتها. يا راجل
يفكر بطريقة السياسيين مش بطريقة البشر العاقلين. اقول له فيه رملة متحركة يقول لي اسكت. ما ايه استاذ سليمان الراجل اتجنن. ما اسكت انت خلاص. الراجل عنده حق، في خطر ولازم يعرفوه. تصبح على خير يا نور. وانت من اهله يا بابا يا حبيبي. عارف يا استاذ سليمان، انا اول مره سافرت فيها كانت امريكا، بس يا ريتها كانت فسحه. بص والنبي يا استاذ سليمان، بص شكله حلو ازاي، شوف شعره ده قبل العمليه حلو. ها اسمك ايه؟ ام ايه؟ ام خنيزه. ام خنيزه الوزيري. اعوذ بالله، ما وجه العلاقة بين أم خنيزة ورندا؟ يا أستاذ سليمان، أم خنيزة زي يعني اسمها زي أم الخلول، أم درمان. رندا دي اسم الفني. أعوذ بالله، اسم مخالف للحقيقة، رس من عمل الشيطان. تصبحين على خير. عندك حق، اسم وحش قوي، لكن بس جميلة. أجنن والله وشعري يجنن. عارف مرة أستاذ سليمان نامي يا امرأة واستعيذي بالله. حاضر. نامي. دي ماشي نشوف تاكس. تاكس تاكس يلا اضحك علي. صاير مالك مالك يا منتصر؟ بخير بخير ان شاء الله. يا ساتر انت سخن نار. دكتورة ماهر اسيب منتصر. منتصر سخن نار وبيخرف. حد يجيب لي ازاز ميه. ازاز ميه بسرعه. واحنا مدفونين تحت حسيت في لحظه بالخوف واليأس. مش عشاني، عشان اخواتي، خصوصا الصغيره. انا دلوقتي عندي امل. دايما الامل بيدفع الانسان لقدام برغم اللي احنا فيه. برغم اللي احنا فيه، ولو طول اتجوزك دلوقتي هتجوزك. مصطفى انا بخاف من الكلام ده. احنا رايحين الوادي الجديد مع بعض، رايحين نعمر ونعلم ونبتدي حاجه جديده. لو فيها اتنين زيي وزيك كده اكيد هتبقى حاجه سعيده. عارفه انا اول ما نوصل هبعت تليجراف لاخواتي اقول لهم خلاص لقيت واحدة حلوة وهتجوزها. مش عايزة تقولي حاجة؟ خايفة لا نكون بنتعكس على بعض. ليه بتقولي كده يا سلوى؟ أنا تعبت كتير يا مصطفى. عارف
انا زيك، عشان كده لو انت لازم نشيل هموم بعض. يظهر الازمات بتقرب الناس من بعضها. عارفه يا سلوى، اول مره احس ان ليا كيان حقيقي، وبرغم اللي احنا فيه. انت رقيق قوي يا مصطفى. دي مش رقه يا سلوى، ده الحاح. حقنة جديدة، هنعمل ايه؟ محتاج لحقن ومهدئات. ابو الهمل، محتاج مستشفى يا ليلى. يا رب تبقوا اتنين وانتصروا عند ملهم. وبعدين لازم يبقى في حل. اول ما يطلع النار لازم اتصرف، والا هنموت كلنا هنا. كابتن برهان، كابتن برهان، ابراهيم خلاص انا لقيت الوصل المقطوع. لقيتها الحمد لله. انا بحبك قوي يا سلوى. وانا كمان يا مصطفى، اول مره احس ان جوايا حب حقيقي. النهار طلع واكيد حيلاقونا. اكيد، والحب اللي بيننا حيبقى. الحقنا يا كابتن، الحقنا. في ايه؟ سلوى بتصرخ برا الطيارة. الحقونا مصطفى، مصطفى، الحقونا مصطفى، مصطفى، مصطفى. سلوى Thank you.
القريه البشعه دي؟ مين اللي عليه الدور علشان يموت؟ ومين اللي هيفضل فينا للاخر؟ واذا كنا هنموت كلنا ليه ما نموتش كلنا مره واحده؟ ليه كل واحد فينا يتعذب بموت التاني؟ ليه؟ اللهم انصر لعباد المساكين، اللهم انصر بنا فيما جرت به المقابر، اللهم انصر بنا فيما جرت به المقابر، اللهم انصر بنا يا رب، اللهم انصر بنا. قلت لك في رمله متحركه، قلت لي ما تتكلمش عشان روح المعنويه، عملت لي زي بتوع السياسه. يا اخي حرام عليك، يعني كنت عارف ان احنا في رمال متحركه ومخبي علينا كلنا؟ كلنا كنا عارفين، ما حدش في اللي احنا فيه ده بيخبي حاجه على حد. مصطفى، حتى مصطفى كان عارف الخطر اللي احنا فيه. شغل سياسه، انا ما بلفش وادور غير انت. انا كنت بحاول امنع المواجهه اللي ممكن تحصل بينكم وبين نفسكم، لان الصراحه احيانا بتقتل. تقدر تقول لي ايه الفرق بين اللي احنا فيه دلوقتي واللي كنا فيه من ساعه؟ نفس الازمه، طياره واقعه ورمال متحركه وكله محصل بعضه. لا يا كابتن، في فرق. فرق اننا فقدنا واحد، فقدنا واحد يا كابتن. كان ممكن نفقده قبل كده، وانا وانت بالذات، وممكن نفقده بعد شويه. ربنا بس اللي يعلم الموت بيزحف علينا منين. عمي مغنم مات خلاص، كنت عايز اتأسف له قبل ما يموت، كنت عايز اقول له ما كانش قصدي اخبطك وعورك. انا جبان، انا قاتل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يمكن اوصل. انت بتعيطي ليه؟ المصائب لما بتيجي بتيجي مره واحده. مصطفى ومين عماته؟ خلينا هنا. يعني كل الرمله دي رمله متحركه قاعده تتفرج علينا مستنيه عشان تاكلنا واحد واحد؟ لا، دي رمله طيبه طيبه. حاسبت لكم، حاسبت لكم. حجاج ارجع يا حجاج، حجاج you
قدرنا نشغل الدايرة يبقى هنقدر نشغل جهاز اللاسلكي. ليلى، كل الناس اللي في الطيارة يطلعوا بره، مش عايز حد خالص جنب الطيارة. لو سمحت يا كابتن، أنا اللي أنت بتسمعش الأوامر ليه؟ اتفضل بره شوف راحة الركاب. بس أنا ما عنديش عيال ومقطوع من الشجرة. إنما أنت لسه صغير، أولادي ولادك. يبقى نفضل إحنا الاتنين سوا. إبراهيم، ما تكسرش الأوامر، يلا. لازم حد فينا مع الركاب. فاكر أول يوم اشتغلت معاك فيه؟ المأساة اللي إحنا فيها دي فكرتني بحاجات عمري ما كنت هفتكرها إبراهيم. يلا إبراهيم يلا، مفيش وقت. حاضر حاضر. الإشارة الصوتية، هل تسمعني؟ من مركز 25 تي إلى الإشارة الصوتية، هل تسمعني؟ من مركز 25 تي إلى القيادة، تلقينا إشارة استغاثة من المنطقة 200 ولم نستطع تحديد مكانه. حول.
إعزاز اثنين إعزاز واحد. حول هتسمعني؟ أسمعك بوضوح، أسمعك بقوة 3-5. حول. وصلنا مكان الحادث وعفرنا عن المفقودين. سنقوم بعمل الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى القاعدة. هل تسمعني؟ حول. كابتن برهان مش كده؟ ايوه. مقدم احمد الحناوي قائد القوة، واضح انكم تعذبتوا قوي. الحمد لله. معلش اتأخرنا عليكم شوية. مصطفى مصطفى ارجع يا سلمى. تعالي تعالي بقولك تعالي 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 سلمى. تعالي اوعي تتحركي، خليك مكانك، المستقبل لسه قدامك. ارجوك يا سلمى تسمعيني. عايزي اوعي تسيبينا. لا عايزي اجي معايا ليك، انا رايحه للي بحبه. انا عاوز اجي معاكي، انا بحبك يا سلوى. يبقى هتموت، اللي بيحبني بيموت على طول. استاذ سليمان هيجيبوا لنا شنطنا امتى والهدوم؟ جاي ورانا العساكر اللي في الطياره عشان يجيبوا كل حاجاتنا اللي فيها. ايوه عشان انا ما اقدرش اقابل. بعيد عني بقى ريحيني يا استاذ سليمان، ما اقدرش اقابل الصحافه بالمنظر ده. انا مالي تقابليهم ولا لا؟ لازم تموت شايل منك.
Thank you.